أثبت المزارع البحريني قدرته على توفير العديد من المنتجات الزراعية على مدار السنة، وهذا الأمر أتاح الفرصة أمام المستهلك البحريني للحصول على إنتاج محلي جيد وطازج، يقطف من المزارع مباشرة ويطرح في السوق. ففي هذه الأيام المباركة ترتفع نسبة الطلب على الكثير من المنتجات، ما يؤكد على أن السوق البحريني عامر بمختلف المنتجات المحلية. مزارع عامرة بالإنتاج المحلي لأنواع مختلفة وأساسية من المنتجات الزراعية يرتفع الطلب عليها في شهر رمضان المبارك. وفي هذا الموسم أخذ المزارع البحريني على عاتقه الحرص على رفع نسبة الإنتاج إلى الضعف لتغطي متطلبات المستهلك في هذه الفترة. عندنا كميات من الإنتاج، من الطماط، من الخس، من الفلفل البارد، على طول هالأشهر الجاية، بالذات دخولنا شهر رمضان المبارك. وأتمنى أن الناس ما تحاتي وما تحس أن إحنا في أي خطورة. المنتجات متوفرة، بس أرد أقول أن وجهة نظري، وأتمنى أن الناس التعاون مع المزارعين وتبحث عنهم وتسأل تستفسر المنتجات المحلية من وين وشلون نقدر نحصل عليها. واليوم المعلومات موجودة، البرادات توفر هالمعلومة، الانستغرام المزارعين عندهم الانستغرام ويوصلون للبيت، احنا نوصل للبيت، والأسواق موجود اعلانات تبين ان المنتج من وين وشلون. فالحمد لله المنتجات متوفرة، وان شاء الله على الأشهر القادمة الجهود بنواصل عليها وبنواصل ننتج كميات اكثر واكثر ان شاء الله. أصناف محلية وأخرى عالمية تزرع بأيدي بحرينية تحتضنها تربة البحرين لتصبح منتجا محليا ذو قيمة غذائية عالية وسعر مناسب، يحرص المزارع على توفيره على مدار السنة حتى لا يشعر المواطن بأي نقص في أحد المنتجات في هذا التوقيت الخاص. الحمد لله لا تحاتون، الطماط بيكون متوفر على طول شهر رمضان، طماط بحريني من مزرعتنا ومن مزارع كثيرة. وإن شاء الله في هالسنة أنصح الجميع أن يستخدم المنتجات المحلية. المنتجات المحلية إذا كان طماط، إذا كان بطيخ، إذا كان أي شيء، قيمة غذائية موجودة في المنتج المحلي أكثر من المنتج المستورد. المنتج المحلي يوصل لكم عقب القطف بأيام، المنتج المستورد يوصل لكم عقب أسابيع من ما يقطفونه، وهذه القيمة الغذائية تغل منه. فنتمنى الكل يستخدم الوقت اللي حين هو يمكن قاعد في البيت ويبحث على الانترنت ويتعلم طرق استخدام المنتجات المحلية الطازجة الموسمية حق يكون أصح له وحق عائلته. والطماط من الأشياء اللي بتكون متوفرة، وخضروات مختلفة بعد بتكون متوفرة على طول شهر رمضان إن شاء الله. احنا نجتهد ان نوفر نسبة أكبر من احتياجات البحرين، وهذه الأزمة علمتنا شيء ووضحت للجميع شيء، أن المزارع المحلي مهم والمنتجات المحلية مهمة. فالزراعة يا ليت لو في يوم وليلة نقدر نغير، بس احنا مو معناته ما نقدر نتعمل ونجهز روحنا حق المواسم الجاية. فاليوم احنا الحمد لله منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق، متوفرة عن طريق التواصل المنزلي، بس على الأشهر الجاية بتم الاستعدادات عندنا في مزارع الجزيرة حق نكثر من أنواع الزراعة الهايدروبونيك مع الزراعة التقليدية، حق نكثر من أنواع المنتجات اللي نقدر نوفرها على طول السنة. المنتجات الزراعية المحلية في الوقت الحالي باتت خيارا متاحا وبقوة في الأسواق المحلية، لتمنح المستهلك الفرصة للتمتع بخضار طازجة تقطف من المزرعة وتطرح في الأسواق في الوقت ذاته. وفرة في الإنتاج الزراعي حققها المزارع البحريني بنسب لافتة، فأصبح قادر على سد احتياجات المواطنين والمقيمين في هذه الظروف الاستثنائية حتى لا يشعروا بأي نقص في هذه الأيام المباركة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.